للحديث عن أوضاع السجون والمعتقلين في العراق والانتهاكات المتواصلة ضدهم، معنا من برلين الناشط الحقوقي السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا سيد علي. بارك الله بكم. كنا قد تساءلنا من قبل ماذا يعني على المستوى الحقوقي هذا الاعتراف من لجنة حقوق الإنسان النيابية بأن هناك اكتظاظ في السجون الحكومية وهناك تضخم في أعداد المحكومين. يا سيدي، ما تسمى بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تصرح هذا التصريح وتقول لهذا الكلام، وهي يعني بغض النظر هي منظمة تابعة للأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق. إذا تجرأت هذه المنظمة وقالت هذا الكلام رغم التهديدات، ونعرف أنه من يصرح بهذا الكلام أكيد راح يكون عرضة للتهديدات. أنا أتساءل هنا، ما هو دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ هذه الجهتين الآن هي الجهات الفاعلة الحقيقية لمتابعة قضايا المعتقلين. المنظمات الدولية الأخرى لم يسمح لها العراق بالتواجد في العراق، مثل أمنستي والهيومن رايتس ووش موجودة في كردستان لكن لا يسمح لها بالتحرك داخل العراق. نعم. إذن هناك مشكلة عندنا، أنه قسم حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لديها أكثر من ست مكاتب في العراق، لديها مكتب في محافظات الجنوب والوسط وفي بغداد، لماذا لا تقوم بدورها؟ لأنه هذه الانتهاكات اللي جاية تحصل خصوصا في السجون الرئيسية، ونحن نتحدث عن انتهاكات تحدث في السجون الرئيسية مثل سجن الناصلية وسجن الحوت، هناك زيارات منتظمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويفترض من قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق. هذه الجهتين تكلف مرجعياتها ملايين الدولارات شهريا، ماذا يعني ماذا تفعل؟ أين تقاريرها؟ لماذا هذا 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 سؤال مهم أستاذ علي، بالإضافة إلى سؤال آخر أعتقد أنه لا يقل أهمية عن هذا السؤال، أين تكمن قيمة اعتراف أو تصريح لجنة حقوق الإنسان النيابية حول هذه الأعداد والتضخم في أعداد المحكومين واكتظاظ السجون الحكومية وهي لا تقوم بدور حقيقي في حماية الحقوق وفي الدفاع عن هؤلاء المعتقلين وإنصافهم من الظلم الذي وقع عليهم؟ سيدي الكريم، أنا أقول لا قيمة ولا مصداقية لهذه التصريحات التي تصدر من ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي، كونها مكونة من ميليشيات وأحزاب مشتركة في عمليات القتل والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون سواء في السجون أو خارجها. ثم هذه اللجنة لا يؤخذ بتصريحاتها من المنظمات الدولية حقيقة، وتصريحاتها فقط للداخل العراقي للاستهلاك المحلي أو للمزايدات الانتخابية وغيرها ولتسجيل مواقف. نحن نتحدث عن الجهات الفاعلة، الجهات الفاعلة في العراق تتمثل بجهتين، مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. طالبنا بأن تكون هناك لجنة، يعني بإمكان الأمم المتحدة أن ترسل مقرر خاص يحقق في قضايا الاعتقال، لأنه يعني قضايا الاعتقال والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب في العراق أصبح أمر كارثي، ونحن هنا نتحدث عن سجنين، سجن الحوت وسجن الناصرية، عدا بقية هناك أكثر من 30 إلى 40 سجن آخر. نعم. يعني أكو سجون أخرى، لكن المشكلة نحن الآن إذا لم يستطيعوا إرسال مقرر خاص من الأمم المتحدة للتحقيق في ملف المعتقلين في العراق، على الأقل نريد لجنة من الأمم المتحدة ومن الصليب الأحمر الدولي لتحقق. نعم. في يعني مع مكاتبهم. طيب، يعني أليس هناك يمكن أن يكون دور للقضاء بالنظر بهذه الانتهاكات ضد المعتقلين؟ وموضوع أيضا سيد علي، موضوع العفو العام، إعادة تفعيل قانون العفو العام، هل هذا يمكن أن يساعد في التقليل من هذه الأزمة؟ سيدي الكريم، في يعني في كل العالم فقط في العراق يتم منذ 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات مناقشة قانون العفو عن الأبرياء. أؤكد عن الأبرياء، هذه سابقة خطيرة، يعني حتى الأبرياء الآن
منذ 10 سنوات لا تستطيع لا البرلمان ولا ما تسمى لجنة حقوق الإنسان انتزاع عفو لهم. العفو الآن يعني منذ 10 سنوات هذا أمر أصبح يعني من الماضي، لأنه العفو الذي يصدر يتم تفصيله يعني مخصوص على جماعة معينة منتمية لمكون معين ومتهمين بقضايا معينة تشمل المخدرات وقضايا جنائية، رغم أنهم إرهابيين لكن يتم إحالتهم على قضايا جنائية. أنا أكرر هذا الطلب ومن خلال منبركم على مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ترسل محققين وتحقق في دور مكاتبها في العراق، لأنه سكوتهم على قتل المعتقلين، وأؤكد قتل المعتقلين في العراق أصبح بأسلوب يعني منهجي. نعم. سكوته على هذا الأمر يعتبر يعني تضامن وتواطؤ وغطاء لهذا القتل. فعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ترسل فريق يحقق في هذا الأمر، وكذلك الأمم المتحدة أن تحقق في مكتب حقوق الإنسان الموجود في العراق. شكرا لك سيد علي القيسي الناشط الحقوقي من برلين، شكرا لك.